بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوان المشاهدين، هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة قبور مزورة عند الإمامية الاثنى عشرية. قبور جعلوها مكانا للوثنية ولعبادة البشر من دون الله تعالى، قبور تدر على المراجع النذور، الأموال، الأرقام الفلكية كلها تذهب في جيوبهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيها الإخوة، هذه الليلة بعد ليلتين استعرضنا فيهما أسطورتي قبر سيدنا علي في النجف، وأثبتنا أنه أسطورة وخرافة لا تثبت، وكذلك قبر سيدنا الحسين في كربلاء، وأثبتنا أيضا أنه لا يثبت. وكل من داخل معنا من الشيعة لم يعثوا على دليل. هذه الليلة أيضا موضوع مهم للغاية، ذلك أن هذا الموضوع تسبب في إراقة دماء المسلمين بحجج اخترعها عمائم المراجع والمجوس من وراء أهل العمائم. أتحدث عن الذين يرجعون إلى مراجع أو مراجع من إيران كالخامنئي، روحاني، سيستاني وغيرهم. إخواني، قبر السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنها، وهنا أقدم بمقدمة بسيطة. أقول هذه المرأة تحدث عنها يعني أهل السنة بتبجيل وتقدير كبيرين، وترجمتها في سير أعلام النبلاء تذكر يعني شيئا طيبا عن شخصيتها رحمها الله. زوجها هو عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابن عمها، وهذا زوج، وهذا الرجل مذموم عندهم ومطعون فيه، وهم لا يرقبون في أهل البيت إلا ولا ذمة، المهم أن تثبت عقائدهم على ظهور أهل البيت. الشاهد، هذه المرأة العظيمة شهدت معركة أو وقعة الطف، الغدرة الكوفية بالحسين رضي الله عنه، وما نتج عنه من استشهاده ومن معه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، شهدتها. وبعد أن استشهد الحسين وكانت متزوجة آنذاك بعبد الله بن جعفر، ذهبت أو ذهب بهم إلى يزيد حين استدعاهم، لا سبي ولا أساطير السبي الأكاذيب الأخرى، ومن الشام أكرمهم هناك يزيد كما تنص الروايات الشيعية والسنية، الكتب التاريخية تذكر ذلك، وتبرأ من هذا المقتل، لكنه أيضا لم ينتصر لهذا المقتل بالانتقام من ابن زياد. على كل حال، موضوعنا هو زينب رضي الله عنها، ثم انتقلت بعدها مع أهل البيت إلى المدينة. هذا هو الثابت في شأنها. خلوني أوريكم، هذا ما تنص عليه بالإجماع كتب التاريخ، أنها رجعت إلى المدينة بعدها بسنوات قليلة توفيت، ولم ينقل أبدا أنها خرجت من المدينة إلى الشام أو إلى مصر، إلى الشام مرة أخرى بعد أن عادت منها، أو إلى مصر كما تدعي أيضا الخزعبلات الأخرى، راح نجيها إن شاء الله تباعا. بس خلونا اليوم مع قبر سوريا، قبر دمشق، قبر زينب بدمشق، القبر المزور، القبر الذي لا أصل له، كما سترى أيها الشيعي بأم عينك، وترى أيها السني أيضا. قبل، خلوني أوريكم أن مراجعهم
في حسينياتهم وآياتهم العظمى يسمونهم، إذا ناحوا يذكرون قصة العودة إلى المدينة. بس عشان أنا أقرر هذا الموضوع لأنه مهم جدا، مهم جدا أن نذكر أن يعني رجعت إلى المدينة. فاضل المالكي يذكر هذا وهو يعني على طريقتهم، ما أدري أنا إيش يعني أسميها، على طريقة اللطميات والبكائيات التي هي من نياحة الجاهلية، ما أنزل الله بها من سلطان. يذكر فاضل المالكي أنها عادت إلى المدينة، وهذا أظن أنه لا نزاع فيه عندنا وعندهم، لا إشكال فيه عندنا وعندهم. خلونا يا أخواني أخذ هذا المقطع الذي هو لفاضل المالكي وهو ينوح نياحة الجاهلية عيادا بالله من فعل الجاهلية. إنما أمر المسلم عند المصيبة أن يصبر، وأما أن يجددها أيضا فنياحة على نياحة عيادا بالله. إذا كان في عز المصيبة أنت مأمور بالصبر والاحتساب، فكيف بعدها بسنوات طويلة؟ طيب خلونا نشوف هذا فاضل المالكي، نشوف مع بعض. ينهض يا عز ونور عينك، وهكذا بقي أهل البيت عليهم السلام كما يقول السيد رحمه الله 3 أيام في أرض كربلاء، وبعد الثالث عزم الإمام السجاد على الرحيل إلى المدينة. قال له بعض من حضر: يا ابن رسول الله، لماذا لم تترك العائلة تتزود من قبور أهلها؟ قال: ويحكم، إني أرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون، إن بقيت أكثر من ذلك أخشى على عمتي زينب أن تموت. ولهذا جاء إليها الإمام السجاد، قال: عم زينب قومي. قالت: إلى أين؟ قال: إلى المدينة. الله الله، أخي حسين. يلا عاد اشتغلت المواويل الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. إخواني، أين السبي؟ أين السبي؟ هم يقولون أنهم ذهبوا إلى المدينة، هكذا يقول هو. أين السبي الذي قيل؟ أين لن تسبى زينب مرتين؟ هذا كذب. للعلم أن بني أمية أبناء عمومة بني هاشم، يعني لا يرضون عليهم السبي، لأن هذا العار يلحق بهم، فهم بنو عبد مناف، لا يرضون أن يسبيهم أحد نسبا، دعك من القضية السياسية. على كل، هذا آيتهم العظمى يذكر أنهم ذهبوا إلى المدينة. احنا نقول ذهبوا إلى الشام ومنها إلى المدينة. إذن ذهبت زينب بنت علي بن أبي طالب، معها علي بن الحسين زين العابدين، معها من تبقى من أهل البيت إلى المدينة. ننتهي على هذا؟ إذن هذا هو الأصل، أنها ذهبت إلى المدينة، هذا ثابت تاريخيا. الحين شوفوا قصة القبر الخرافية من وين جاية. يعني قبر سيدنا علي ظبية في زمان هارون، ها، وقبر سيدنا الحسين متعهد، ما يدرون شنو المتعهد أصلا، ويشمشم تراب كربلاء وقال هذا قبر الحسين، وإلى الآن على الخرافة والأسطورة. خلونا نشوف شلون اعرفوا أن هذا قبر، وش جابها أصلا للشام، ما الذي أتى بزينب إلى الشام أصلا. شوفوا معي يا أخواني، شوفوا معي، نبدأ على بركة الله الموضوع ونذكر أصل الأسطورة هذه. أصل الأسطورة إخواني، أو نقول استدلالهم على قضية ذهابها إلى الشام، استدلالهم، استدلال الشيعة على أنها ذهبت إلى الشام برسالة ألفها واحد معاصر اسمه آية الله حسن صدر الدين الكاظمي، أو يسمونه حسن كاظميني،
متوفى سنة 1354، يعني قبل 90 سنة من الآن، مؤلف له كتاب بعنوان تحية أهل القبور بالمأثور. وهذا الكتاب مطبوع الآن مع كتاب نزهة أهل الحرمين أيضا لنفس الشخص، جايب لك قصة من عنده، لا زمام لها ولا خطام، لا سند ولا نقل ولا شيء، من عنده يريد أن يثبت أن القبر الموجود هناك فعلا قبر زينب. يقول في كتابه: زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام وكنيتها أم كلثوم، يلا ركب لها كنية اسمها أم كلثوم، قبرها في قرب زوجها، في قرب زوجها عبد الله بن جعفر الطيار خارج دمشق الشام معروف. الحين عبد الله بن جعفر باتفاق السير متوفى في المدينة، يلا حطوا عبد الله بن جعفر في الشام بعد ما يخالف. وبعدين يقول: جاءت مع زوجها، انتبه للقصة اللي اخترعها، جاءت مع زوجها عبد الله بن جعفر أيام عبد الملك بن مروان إلى الشام سنة المجاعة، سنة المجاعة، ليقوم عبد الله بن جعفر في مكان له من القرى والمزارع خارج الشام حتى تنقضي المجاعة. فماتت زينب عليه السلام هناك ودفنت في بعض تلك القرى، هذا هو التحقيق في وجه دفنها هناك، وغيره غلط لا أصل له. جايب موضوع لا أصل له ويقول غير الكلام لا أصل له. شيعي، وأنتم أيها الباحثين الشيعة اللي تشوفوني، أرجوكم اذهبوا إلى هذا الكتاب وابحثوا عن القصة هذه في أي كتاب شيعي ولا كتاب سني، لن تعثروا لها على أثر. صاحبها متوفى قبل 90 سنة، وهذا أصل قصة السفر من المدينة إلى الشام والوفاة هناك. لا يوجد أي مصدر تاريخي ولا حديثي ولا أي كتاب شيعي من المتقدمين أو سني من المتقدمين يذكر قصة هذا السفر وهذه المجاعة وذهابها ووفاتها وزوجها هناك، وسأثبت نقيض ذلك بإذن الله تعالى الآن. لكن قبل لا أثبت هذا القبر، ما الغرض من محاولتهم إثباته؟ شيبون يبون يتملكون الشام، يقولون الشام شيعية بدليل هذا القبر فيها. يلا أوريكم واحد من المجرمين، شوفوا هذا المجرم وهو يدعي أن زينب رضي الله عنها ورحمها لها قبر هناك وأننا سنثأر ونقتل الناس بسببه. يلا جلال الدين الصغير وهو صغير لننظر إليه. هؤلاء فمن أولى منا في أن نكون نحن السائرون لدمائنا ونحن السائرون لأعراضنا ونحن السائرون لحورائنا. ترى كم في قلوبنا من ديون إلى الحوراء زينب، أي منا لم يتوسل، لم يطلب، لم يستغيث، لم يدعو الحوراء زينب وتركته بأيد خارمة. الآن جاء يوم الوفاء. واضح أخواني؟ إذا زعم أن هناك قبر يحتاج إلى الدفاع ويقول الثائرون لأعراضنا. أعراضك في العراق، جابك لسوريا، سوريا أهل سنة وزينب بريئة من المجوس المتاجرين باسمها وباسم أهل البيت. ما لك ولي زينب، ما لك ولي علي، ما لك ولي الحسين، أنت مجوسي. يقول الثائرون لحورائنا. الآن افترض أن هناك قبر لزينب وأن سيثأر له، على زعم أن أهل السنة يريدون إفساد هذا القبر، وهكذا يتاجرون بعقول الشيعة، هكذا يضحكون عليه، استغفال ما بعد استغفال. أهل السنة لو كان لزينب هناك قبر
لما رضي أحد أن ينبش كما تنبشون قبور الصحابة في الشام، أو أن يهان. نحن أحرص منكم على كرامة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يقول الثائرون لحورائنا، شايفين القبر هذا شلون يستخدم؟ القبر الخرافي الأسطوري، وهنا التحدي العريض نطرحه، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين على أن زينب بنت علي بعدما رجعت إلى المدينة خرجت إلى الشام فماتت هناك. الدليل بيني وبينكم، كاظميني كذاب مخترع القصة من لا أصل، قصة لا أصل لها، لم يأتي بمصدر ولم يرويها بإسناد، ولا أدري كيف تصدقونه، ما أدري. تقول إذن أين قبر زينب؟ الأصل أنها عاشت في المدينة، وهذا مثبت أن حياتها في المدينة، وزوجها توفي بعدها بقرابة 15 سنة، وقبر عبد الله بن جعفر في المدينة، هذا مثبت. فأين تكون المرأة إلا مع زوجها؟ إذا كان حياة عبد الله بن جعفر وحياة زين العابدين كلها في المدينة ووفاتهم في المدينة، فأين ستكون زينب؟ الأصل المدينة، ما عندك غير ذلك هات الدليل. وهذا ما انتصر له المرجع الشيعي محسن الأمين، راح أقرأ لكم كلامه، راح أقرأ لكم كلامه. بفتح مجال الاتصالات بعد إذنكم قبل أن ندخل في الزحمة وفي الروايات، يمكن واحد يجيب غير سالفة كاظميني، ما فيش ترى، يعني أنا أقول لكم إياها من الآن، ما في أحد ذكر سالفة الانتقال بسبب سنة المجاعة من المدينة إلى الشام إلا هذا المجوسي كاظميني. كاظميني طبعا إخواني الأخوة اللي بيتصلون علي أرجوهم رجاء خاص، إذا قال لي واحد أنا سني بقول له ما راح أسمع منك. من الآن أقول لكم خلوا الشيعة تسأل، خلوا الشيعة تستفيد يا أخواني، حبكم والله أني أحبكم في الله وضعكم على رأسي، لكن خلوا الناس تستفيد يا أخواني. طيب المجال مفتوح الآن عبر معرف التليجرام FARRAJ المبين على الشاشة، حياكم الله جميعا لمن شاء أن يداخل معنا ويأتي بالدليل، ويأتي بالدليل. طيب أرد بشكل مختصر سريع، أولا ذكرنا أن كاظميني اخترعها، لا أصل لكلامه أبدا. ثانيا الكتب المتقدمة عند الشيعة لا تذكر هذه القصة إطلاقا، لا عند الكليني ولا الصدوق ولا الطوسي ولا بن طاووس ولا غيرهم، شوفوا كتبكم لا يذكرون ذلك إطلاقا، لا يذكرون أن قبر زينب في سوريا، ولا يذكرون هذه القصة اللي ذكرها كاظميني، إذن مخترعها من عنده. ثالثا قبر عبد الله بن جعفر، قبر عبد الله بن جعفر كما في عمدة الطالب والاستيعاب لابن عبد البر وأسد الغابة والإصابة، كلهم يجمعون على أنه مات في المدينة ودفن بالبقيع، هذا سنة 80 من الهجرة بعد وفاة زينب ب15 سنة. رقم 4 كتب التاريخ، روح فتش في كتب التاريخ لن تجد فيها أن سنة 64 اللي زعم هذا كانت في المدينة مجاعة إطلاقا. روح إلى تاريخ اليعقوبي، روح إلى تاريخ المسعودي الشيعة، أو روح إلى ابن جرير، أو روح لابن الأثير، أو روح لابن كثير، روح لهؤلاء كلهم، لن تجد أن هناك مجاعة حدثت في ذلك الزمن. المجاعات يا أخواني من الشؤون العامة، مجاعة تستدعي بامرأة وزوجها يتركون المدينة ويخرجون باتجاه الشام لشدة المجاعة، هذه مجاعة كبيرة جدا لا بد أنها مؤثرة ولا بد أن تذكر في التاريخ، مثل ما ذكر عام الرمادة سنة 17 هجري كانت مجاعة.
حياك الله أخي رمضان. رمضان. السلام عليكم أخونا أبو محمد. وعليكم السلام. سني ولا شيعي يا رمضان؟ أبو إسماعيل من تركيا، ونحن كذلك نحبك في الله ونحب كل أهل السنة في السعودية والله. والرافض راح يتصلوا معك ما راح تحصل منهم شيء أبدا. وجزاك الله خيرا يا أبو محمد، نحبك في الله والله. أحبك الله. أحبك بارك الله. الله. شكرا لك. أحلى يا أخوي أبو محمد. الله معك في أمان الله. أحسن الله إليكم ونحبكم في الله عز وجل. والمجال مفتوح للشيعة، المجال مفتوح للشيعة. شكرا لأخي رمضان، أحبك الله يا أخي رمضان. طيب أخواني، أيضا من الأشياء التي فاتت على حسن كاظميني أن عبد الله بن جعفر كان غنيا، جاء في المسند. خلوني أقرأ معي الرواية، أقرأ معي الرواية، راح أقرأها من سير أعلام النبلاء مو من المسند. في سير أعلام النبلاء يا أخواني انظروا ماذا ترون. هذه رواية يا أخواني، فيها لما استشهد والد عبد الله بن جعفر جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بعدما أخبرهم بقتل جعفر بعد ثالثة، يعني ثلاث ليالي، فقال لا تبكوا أخي بعد اليوم، ثم قال ائتوني ببني أخي، فجيء بنا كأننا أفرخ، أولاد جعفر بن أبي طالب، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد، يعني محمد بن جعفر، فشبه عمنا أبي طالب، يشبه أبا طالب، وأما عبد الله اللي هو زوج زينب فشبه خلقي وخلقي، يشبه شكلي ويشبه خلقي، ثم أخذ يدي فأشالها، رفع يد عبد الله بن جعفر، ثم قال اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقته، وبارك لعبد الله في صفقته. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، لعبد الله بن جعفر، أن يبارك الله له في صفقته، يعني تجارته، فكان من أثرياء المدينة. شوفوا القصص في كونه كان من أثرياء المدينة. قصص منها هنا أيضا، مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر وهو يلعب بالتراب، فقال اللهم بارك له في تجارته. هذه رواية أخرى. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إخواني، يعني روايات كثيرة في ذلك، ومنها قصة الزبير، كان يعني استدان من عبد الله بن جعفر مليون درهم. وعن العمري أن ابن جعفر أسلف الزبير 1000 1000، فلما توفي الزبير قال ابن الزبير لابن جعفر إني وجدت في كتب الزبير أن له عليك 1000 1000، قال هو صادق. شوف كرم أخلاقه، شوف كرم أخلاقه، عجيب والله. يعني يا أخواني يقول هو صادق، وهو هو يعني الذي أعطى الزبير، وليس العكس، مع ذلك يقول هو صادق. انظر الكرم، كرم النفس. انظر ماذا قال بعدها، قال ثم لقيه بعد فقال يا أبا جعفر، يعني عبد الله بن الزبير جاء عبد الله بن جعفر، فقال يا أبا جعفر وهمت المال لك عليه، قال فهو له، قال لا أريد ذلك، إلى آخر ما قال. يعني يعطي أو يترك من دين الزبير 1000000، يعطيها لابنه عبد الله بن الزبير، يعفو عنه في ذلك لكثرة أمواله رضي الله عنه لشدة كرمه. نعم والله يا عبد الله بن جعفر أشبهت خلقه وخلقه، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان كريما وهذا كريم، إذن كان ثريا. وين مجاعة؟ وين سنة 64 صارت مجاعة وراحوا للشام؟ كل هذا يا كاظميني عشان تثبت هذا الخبر؟ ألا بعدا لكذبكم يا أمة الكذب؟ والله لو كان الكذب رجلا لكان معمما شيعيا، يكذبون كما يتنفسون، اختراعات في الكتب،
الأكاذيب علي ظبية والحسين شم التراب وهذا مجاعة وكل كذب في كذب. يلا من يعارض ذلك يتقدم. أنا ما أشوف أحد يتصل من الشيعة، إن شاء الله أنه يستفيدون. أنا والله لا أريد المجادلة، ليس الأصل في الدعوة المجادلة، الأصل البيان، أنا أبين الحقيقة. لكن من عارض ذلك فليتقدم بالاتصال على معرف التليجرام الآن. وأما أهل السنة فقد منعتهم حتى إشعار آخر، ولا يزعلون علي أحبابي، بس عشان يستفيد المتصل الشيعي وننظر حجتهم في ذلك، رغم أني أعرف حجتهم مسبقا. أخواني، ماذا يصنعون عند هذا القبر؟ راح إن شاء الله نكمل يعني قصة الأسطورة قبر يعني عبد الله بن جعفر وزوجته زينب في الشام. ماذا يصنعون؟ خلوني أوريكم شنو الغرض من هذا الكذب، لماذا يكذبون هذا الكذب. يلا شوفوا يا أخواني لماذا يكذبون هذا الكذب، هذا الإحقاقي. تفضل يا إحقاقي، هذا الإحقاقي. طيب، عندي كلام على عتبة زينب الكبرى صلوات الله عليها. كل إمام، كل معصوم، إذا طلبت الحاجة. طيب، لحظات يا أخوان، نكمل إن شاء الله لاحقا. أنا كنت فاتح الاتصال ما يخالف. حسين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفراج؟ يا أهلا وسهلا. حسين سني ولا شيعي؟ أنا سني من العراق. حياك الله يا حسين، تفضل. الله محييك، زاد فضلك يا شيخ. شيخ، لم يعد الأمر غريب على الشيعة اللي هو تقديسهم للأضرحة وهذه الأماكن، وعلى الرغم من اختلافهم في تحديد تاريخ الوفاة أو في تحديد المكان، وكثير يعني خاصة أنهم لا يعتمدون على الأسانيد في رواياتهم. أبسط مثال اللي هو كما يزعمون اللي هو قبر السيدة زينب عليها السلام، فهم يعني بداية أنهم مختلفين في حتى تاريخ ولادتها. نعم، يعني لم يثبتوا أنها، يعني بعضهم يقول أنها ولدت سنة 6 للهجرة، وآخرون يعني مختلفين في تاريخ ولادتها، وكذلك اختلفوا في تاريخ وفاتها. يعني وكذلك أنه هل يرضي زينب عليها السلام أنها ترى الشيعة يدافعون عن قبرها وهي التي لعنتهم وسمتهم أهل الختل والغدر والخذل، وخاطبتهم منددة أي عهد نكرتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي حرمة له هتكتم، وأي دم له سفكتم. وكذلك يعني الأغرب من ذلك أنه يعني مثل ما أشرت لك يختلفون في تاريخ حتى الميلاد والوفاة، منهم من قال أنها 6 للهجرة ولدت، وقال آخرون سنة 5 للهجرة، يعني وقال بعضهم أنه ولدت بعد المحسن الذي يدعون أنه استقر بعد كسر عمر رضي الله عنه أمها فاطمة كما يزعمون، وقال بعضهم يعني فهم يعني أو وكذلك اختلفوا حتى في تاريخ وفاتها. يعني يغنيك عن منهم من قالت أنهم توفت بالسم، ومنهم من قال غير ذلك. يعني فكيف الحال فيها؟ وإحنا نقول أنه لو كانت هي بالفعل في الشام، فلماذا لم تزر قبر أخيها الحسين كما يفعلون؟ ليش ما راحت؟ ليش ما زارت كما يفعلون الآن هم؟ قد يقول القائل يعني لربما أنه هذا قد يأتيهم أحد الأقبلة، لربما هذا قبر يزيد يعني مو ليس طيب قبر. طيب يا أخوي حسين، إيش تبي توصل له؟ يعني عطني مختصر يعني في ما تريد. المختصر المفيد لم يثبت الأولى أنها دفنت في المدينة حيث يقيم أهلها وأقربائها وزوجها الذي توفى بعدها مثل ما أشرت يا دكتور أو يا شيخ بعد 15 سنة. يعني اللي يعني خاصة المرأة عقلا يعني هو الولد يلحق أهله ونسبه وأصله، لا يترك مع بني أمية اللي هم أشد كما يزعمون أشد أعداء آل البيت. إذن هي في كلتا الحالتين هي مو من صالحهم. قالوا هي بقيت في الشام، إذن هي بقيت معززة مكرمة وتوفيت في أحسن حال، وتنفي الروايات المتناقضة التي أشارت على اختلاف طريقة وفاتها. وإن قالوا في المدينة فتنسف جميع رواياتهم، إذن هي في كلتا الحالتين إن بقيت في الشام وإن ذهبت إلى المدينة فهي مو صالحهم. فجاء سبحان الله، واضح. هذا الاستنتاج أريد أقول. شكرا لك أخي حسين، وبارك الله فيك. الله يبارك. شكرا لك أخي الطيب. طيب،
يعني المسألة ليت على الولادة فقط، لا يعرفون سيرتها إلا من خلال كتبنا رحمها الله تعالى ورضي عنها. ولذا نحن نقول أنها المرأة تكون مع زوجها، وقد مات زوجها في المدينة سنة 80، إذن هي في المدينة. أما كاظميني اللي يقول هي وزوجها متوفين في الشام وراحوا سنة مجاعة، والله لا مجاعة سنة 64 ولا قبلها ولا عقبها في الستينات، وأنهم ذهبوا إلى الشام وأنهم ماتوا هناك وكان له مزارع. مو أنتم تقولون أنها مسبية، شلون تروح عند اللي سباها؟ ما أدري يعني تناقضات حقيقة. أنا استغرب الشيعة شلون ما يحركون عقولهم شوية. إذن القبر الذي في الشام في سوريا في دمشق ملفق، ليس لزينب بنت علي، ليس لزينب بنت علي، ترى مو كلامي هذا، خذ علمائك يا شيعي، خذ علمائك، وأنا متأكد أن ما قرأ عليك هذا الكلام ولا طرح أمامك أبدا، مع أنهم يعني يشككون فيه في الكتب. خلوني أخذ أولا أعيان الشيعة لمحسن الأمين، يذكر قصة، شايفين الكتاب معاي أعيان الشيعة 740 كتاب محسن الأمين، يقول محل قبرها يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة، فإنه لم يثبت أنها بعد رجوعها للمدينة يعني من الشام خرجت منها، وإن كان تاريخ وفاتها ومحل قبرها بالبقيع، وكم من أهل البيت أمثالها من جهل محل قبره وتاريخ وفاته خصوصا النساء. هذا كلام الآن واضح يا شيعي، المدينة. محسن الأمين يقول لك، محسن الأمين علامتكم اللي يقول لك، يعني خلنا عشان ما نستطرد يعني بعيدا عن الكلام، هذا محسن يقول في المدينة، لأنه وصلت المدينة ثبت أنها جاءت المدينة، ما ثبت أنها خرجت منه. ثم ذكر قصة كاظميني وشوفوا شلون ردها، كفانا المؤونة، شوفوا شلون ردها. قال: وفيما ألحق برسالة نزهة أهل الحرمين في عمارة المشهدين في النجف وكربلاء المطبوعة بالهند، نقلا عن رسالة تحية أهل القبور، ترى الكتابين شخص واحد كلهم الكاظميني، قال: عند ذكر قبور أولاد الأئمة عليهم السلام ما لفظه، ومنهم زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين وكنيتها، قال قرب زوج قبر زوجها، ونفس القصة والمجاعة، إلى قوله أن هذا الثابت وغيره لا أصل له. يقول محسن الأمين وفي هذا الكلام من خبط العشواء مواضع: أولا أن زينب الكبرى لم يقل أحد من المؤرخين أنها تكنى بأم كلثوم، هذا أولا. طبعا الكلام يطول يا أخوة، يعني ما ودنا نطول فيه. قال ثانيا: قوله قرب قبرها في قرب زوجي عبد الله بن جعفر ليس بصواب، ولم يقله أحد، فقبر عبد الله بن جعفر بالحجاز ففي عمدة الطالب والاستيعاب وأسد الغابة والإصابة وغيرها أنه مات بالمدينة وغيرها أنه مات بالمدينة ودفن بالبقيع، وزاد في عمدة الطالب القول بأنه مات بالأبواء ودفن بالأبواء، ولا يوجد قرب القبر المنسوب إليها برواية قبر ينسب لعبد الله بن جعفر. الآن يعني القبر اللي هناك في قبر جنبه لعبد الله بن جعفر ما في، يعني هذه كذبة فوق كذبة. ثالثا: مجيئها مع زوجها عبد الله بن جعفر إلى الشام سنة المجاعة لم نره في كلام أحد من المؤرخين مع مزيد التفتيش والتنقيب. طيب خلك معاي يا عزوز، خلك معاي. وإن كان ذكر في كلام أحد من أهل الأعصار الأخيرة فهو حدث واستنباط، كالحدث والاستنباط من صاحب التحية علم صاحب الكتاب، فإن هؤلاء لما توهموا أن القبر الموجود في قرية راوية خارج دمشق منسوب إلى زينب الكبرى وأن ذلك أمر مفروغ منه، مع عدم ذكر أحد من المؤرخين لذلك، استنبطوا لتصحيحه. انتبه انتبه، اخترعوا يعني وجوها بالحدث والتخمين لا تستند إلى مستند. فبعض قال إن يزيد عليه اللعنة طلبها من المدينة فعظم ذلك عليها، فقال له ابن أخيها زين العابدين
إلى قوله. يعني هذا كله زور وباطل. أختصر يعني الكلام في ذلك، من شاء المزيد يرجع إلى محسن الأمين في كتابه. خلوني أخذ الاتصالات وأرجع إلى هذا الادعاء. طيب تفضل يا عزوز. تفضل عزوز. عزوز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب عنده مشكلة عزوز. إذن محسن الأمين يقول في المدينة، سالفة مجاعة مو صحيح، سالفة قبر عبد الله بن جعفر هناك مو صحيح، سالفة السفر مو صحيح، سالفة أن هناك يعني أمر استدعى من شدة الفاقة والفقر الخروج أيضا مو صحيح. علي حسن. السلام عليكم شيخ فراج. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أنا سني من منطقة السيدة زينب سابقا في سوريا. نعم. حياك الله، تفضل. احنا انا فلسطيني في ان مخيم قريب من منطقة مقام السيدة زينب اللي هو اليرموك، يعني تقريبا 500 متر. شو اسم المخيم؟ تقريبا بعيد. مخيم فلسطيني، هو مخيم الشمال يسموه. جميل، تفضل تفضل. شيخ فراج، يعني احنا كنا صغار كنا نروح لهناك، فبتذكر كيف كانوا يفوتوا لهناك وكانوا يتعبدوا بالقبر مو لله. والله كانوا يدوروا حوالين من جوا من الداخل. شيخ فراج صاير مثل على شكل الكعبة، مكعب وفيه مثل الشبك وبحطوا فيه نقود، في فتحات صغيرة بدخل فيها عملات معدنية، وعند الدخول أجلك الله وأجل المستمعين الحذاء، لما بدك تتركه برا كمان لازم تدفع عليه مصاري، إنك خليته بأمان بيحطوه بصندوق له رقم وبيحطوه، فكله تجارة. المنطقة اللي محيطة بمنطقة المقام كلها فنادق اشترتها إيران. نعم. كلها تؤجر. الله. فنادق بأعلى الأسعار وأسواق، يعني منطقة شيعية بحتة فارسية، مش شيعية عربية، شيعية. يعني أنا كنت أمشي بالشوارع، يعني شيخ فراج، يعني أحيانا كنا نحس حالنا من يعني إحنا غريبين عن المنطقة. واضح واضح. مناطق يعني اللافتات كلها بالإيراني بالفارسي، يعني المنطقة بأكملها تحس كأنك أنت بإيران، أنت قاعد بطهران ولكن طاب على سوريا أو يعني هيك شيء. بس إذا بتفوت لجوا على المقام، والله 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 شوف عيني، أنا شاهد عيان، يعني بيدوروا بطوفوا حوالين المقام حوالين القبر، بنادوا يا زينب ويا حسين ويا كذا، تعبد بالقبر ليس لله. معروف هذا، وهي معروف. ليست موجودة هناك ولا لها قبر ولا لها رفاه. مو قالها قبل شوي جلال الدين الصغير يقول هذا دين لها علينا، كم يعني دعيناها وأعطتنا، فاحنا الان نرد الدين. هذا رد على ابو محمد اللي امس قال لي ان الشيعة ما يروحون للقبور بس الجهله. لا 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 لا، شوف معممين. لا لا شيخ، لا شوف معممين، معممين بالمئات هناك. شوف فراج، هاي المقامات تزرع في المناطق لزراعه بؤر لنشر الفساد والمخدرات والتشيع. احسنت، ايضا الفساد موجود وهو المتعه، زواج المتعه ايضا. صحيح. الفنادق اللي هناك اللي طيب علشان عشان 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 نكون هذا اي قبر موجود من القبور هو منطقه سياحيه لاستدرار الفلوس. نعم. كربلاء اللي هناك، كربلاء يا علي، الفنادق اللي هناك، كربلاء اللي هناك تستعمل لزواج المتعه و طيب 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 طيب. احنا بس عشان شكرا لك اخي علي، عشان بس ما ندخل في الكلام. شكرا شكرا حبيبنا، شكرا شكرا لك. شكرا. ما ودنا نكون يعني بوابة شرع للناس، لكن هذا ما هو موجود عندهم، حتى في كربلاء، حتى في كربلاء. مو يا شيعي، مو يا شيعي، مو شغالين المجوس اللي يجونكم من إيران، ها
وشغالين في المتعة ومكاتب المتعة في كربلاء. مو صحيح الكلام. هذه تجارة المعممين. تجارتهم ثلاث: تجارة البغاء المتعة ومكاتبها، ودائما تلقى العراب معمم، غالبا تلقى العراب اللي هو الدليل على المتعة معمم. الثاني القبور والمتاجرة فيها. الثالث المخدرات، إيران شغالة منه وحسن نصر الله في لبنان شغال منه مخدرات. على كل أرجع إلى كلامهم، والمجال مفتوح للشيعة، إذا عندكم حجة تفضلوا. من عنده حجة على هذا القبر المنسوب إلى سيدتنا زينب يتفضل، هي في المدينة وليست في الشام، تفضل. من معي؟ تفضل يا متصل. ألو تسمعني؟ صوتك مسموع، من معي؟ نعم، سمعت قبل شوية سويت مداخلة وظلتوا تتفرعون بالمواضيع وتجيبون طار زواج المتعة والقبور والمدري إيش والتوسل، طبيت بألف موضوع. المهم لحظة اسمعني، لا تقف، لا من معي؟ من معي؟ من معي؟ أجابك من معك، أجابك من معك. لا كلمني، كلمني الآن. من معي؟ لا تغلق الخط، لا بغلق وأطردك بعد على الهواء، طرد على الهواء بعد. تبي تحاورني يكون مؤدب؟ هذا أسلوب حوار. شو الفرق بين المتصل السني والمتصل للأسف اللي يتبع المعممين؟ عندك شيء كلمني بهدوء، حوار هادي بيني وبينك. الأسلوب هذا أطرد على الهواء، مو بس أقطع الخط، أطردك على الهواء. أنا لا 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 أحاور غير مؤدبين. طيب إخواني، محمد جواد مغنية عنده كتاب اسمه بطلة كربلاء. شوف يا أخوان هذا الكتاب ماذا يقول. مجال مفتوح للاتصالات للمؤدبين، غير المؤدب لا يتصل. ماذا يقول محمد جواد مغنية؟ يقول في كتابه وهو يستعرض الأقوال الواردة في وين قبر زينب، شوفوا محايرين، ها؟ ذكر القول الأول اللي قاله محسن الأمين ومو عاجبه، يقول ما عليه دليل، ها؟ شوفوا يا أخواني هذا هو ما طلع معاكم، يقول اختلفوا في قبري على ثلاثة أقوال. شوفوا هنا يا أخواني، هنا القول الأول كما ترون، وما ينصر هذا القول لاعتبارات تافهة حقيقة، وله أقوى الأقوال وهو أصحها مش أقواها، بل هو الصحيح الوحيد. القول الثاني أنها دفنت في قرية بضواحي دمشق، أي في المقام المعروف بقبر الست، ولم ينقل هذا القول عن أحد من ثقات المتقدمين. شوفوا الخباث شلون كاتبين ثقات المتقدمين، عشان تشوفوا المكتبات الشيعية شلون تلعب بالطبعات. بكبر الصورة، شوفوا شلون كاتبين يا جماعة. ثقاب المنقدمين، ثقاب المنقدمين عشان يخربون هذه الدعوة والاستشهاد بها، وهي ثقات المتقدمين. لم ينقل هذا القول عن أحد من ثقات المتقدمين، هكذا تلعب الطبعات الشيعية بالكتب. قال القول الثالث أنها دفنت في مصر، ونقل هذا، نقل هذا عن جماعة من العبيد وبن عساكر دمشق وبن طولون وغيرهم، أبدا لم يدعوه، ينقلون ما يدعى وهو من ادعاء الدولة العبيدية الفاطمية اللي حكمت القاهرة سنة 358. العبيدين جوا للقاهرة أو لمصر 358، وبعدين أسسوا القاهرة بعد ذلك. هؤلاء من ادعوا أن هذا قبر زينب رضي الله عنها. والله لا راحت زينب إلى مصر، ولا معقولة تروح لمصر وزوجها بخليت الزوجة وراء. طبعا قصة مخترعة، يزيد هددها وطلعت، قصة أسطورية كعادة أشياء. نكمل. حياك الله يا رشيد، خليك معي يا رشيد. انظر يا أخواني ماذا قال بعدها. قال ويلاحظ أن علماءنا الذين عليهم الاعتماد كالكليني والصدوق والمفيد والطوسي والحلي لم يتعرضوا لمكان قبرها حتى نرجح بقولهم كلا أو بعضا
أحد الأقوال الثلاثة أو بعض أحد الأقوال الثلاثة هكذا كتبت بعضا، فلم يبقى إلا الشهرة بين الناس، ولكن الشهرة عند أهل الشام تعارض الشهرة عند أهل مصر، يعني مستبعد المدينة. وهكذا لا يمكن الجزم بشيء، ما يدري وينه، ما يدري شنو الصحيح، لا يمكن الجزم بشيء. منو كلام هذا؟ أيضا كلام شيخكم محمد جواد مغني. سؤالي بناء على إيش قلتوا هذا قبر زينب؟ ويا مساكين والله يا حملات، تطلع من البحرين ومن السعودية من القطيف والحسا ومن العراق ومن إيران كلها تروح إلى، من سنين طويلة يا أخوان، من أيام كانت الدنيا مفتوحة، حملات مثل حملات الحج والعمرة عندنا إلى قبر زينب بالشام بسوريا. يعني تضحك وتتحسى أو تتحسر ما تدري، في أسطورة ما لها أصل. القبر الذي في الشام ليس لزينب، زينب قبرها في البقيع في المدينة. من زعم خلاف ذلك فليأتي بالدليل. كاظميني ضحك عليكم من الأخير. تقول كتب تاريخية تذكر في مصر تذكر، أنا أقول لك هذا كله كذب ولا يستند إلى أي دليل. هذا ما ذكرناه بالأدلة، ما ذكرناه بالأدلة وكتب التراجم المتقدمة المتقدمة. طيب إذن أخواني، قصة المجاعة اللي يقولها كاظميني لا في كتب السنة ولا الشيعة، ما في قصة مجاعة سنة 64، رجوعها من الشام بعد أحداث كربلاء متفق عليه أنها رجعت من الشام إلى المدينة أو من العراق إلى المدينة مثل ما يقول الفاضل المالكي. ماتت رضي الله عنها سنة 62، ما أدركت سنة 64، لكن لو قيل أنها 64 أو 65 في أقوال أخرى، فتكون وفاتها عند زوجها في المدينة المتوفى سنة 80. يصير يا جماعة الخير أن زوجها يموت في المدينة وهي ميتة في الشام، مخليها تروح للشام، ولا الكذبة يقول أنهم رايحين مع بعض؟ سالفة روحة عبد الله بن جعفر إلى الشام تبطل القصة من أصلها، لأنه ما راح إلى الشام. أما ما غرضهم من هذا الكذب والإدعاء، ما غرضهم من هذا الكذب والإدعاء فستروا. على فكرة بس عشان المتصل اللي قبل شوي اتصل قال أنت خليت المتصل قبل قليل غير الموضوع، فجاي عشان يغير الموضوع، شايفين؟ هو يستشهد بالأخ اللي تكلم عن المتعة، هذا كله تتعلق بالقبور وتجارتها، فجاي علشان يغير الموضوع. الخطوط مغلقة، من يفكر أنه يغير الموضوع ما ينجح معي هذا الأسلوب. مهرجينكم اللي ناظرناهم للأسف أننا ننزل إلى مستوى أحمد الإمامي ولا ميثم الموسوي ولا غيرهم، هذه طبيعتهم، تكلمة منا يكلمك منا لأن حجته داحظة ما عنده شيء. طيب شنو غرضهم من إحداث هذه القبور؟ وما زال المجال مفتوح للاتصالات، بس خلوني أعرض لكم هذا التسجيل مرة ثانية اللي انقطع قبل شوي للإحقاقي، والمجال يا أخواني مفتوح للاتصالات، أتمنى أي واحد شيعي عنده حجة يقدمها، أي واحد عنده حجة يقدمها. وحيهلا بالمؤدبين، مرحبا بالمؤدبين. الحقيقة حاورنا أمس أبو محمد وكان مؤدب، مع أنه قطع الاتصال الله يهديه بدون لا ينفذ وعده بالرد، ها؟ وقبل أمس كان عباس من العراق وطول يمكن ساعة إلا ربع وكان مؤدب، حياهم الله لمثل هؤلاء، يطرحون حجتهم ونطرح حجتنا ويتبين الحق من الباطل. انظروا إخواني ماذا يقول هذا المرجع الإحقاقي، والله ياهم يعني ما أدري إيش أقول يا أخوة، أو خلونا نشوف الميرزا الإحقاقي، هذا الميرزا الإحقاقي ويتكلم عن زينب. يلا تفضل، إيش عند زينب من السيطرة على الكون؟ اسمع. الثاني الاستجابة الفورية
لدعائها وقضاء الحوائج منها عليها السلام في بعض المواقف بصورة عاجلة دون أي تأخير. جايبين هالمجوسي عشان يقول لهم أن زينب تستجيب فورا كاش على طول، تدعو على طول يجيك الجواب. هذه من مناقب زينب. يلا والقبر خراف، شوف عاد وين يودونهم. كمل. هذه ميزة كانت معهودة للأنبياء والأوصياء، وأما أن تتمتع زينب عليها السلام بهذه الصفة فهذا يدل على عظمتها وسمو منزلتها عند الله. ومن جهة علمها تستجيب الدعاء. رب يروحون إلى القبر المنسوب إليها المزور المفبرك هذا اللي ما عليه دليل أبدا، والحمد لله الذي نجاها رضي الله عنها من شركهم، الحمد لله الذين الذي جعلهم لا يعرفون قبر علي ولا الحسين ولا زينب حتى لا يؤذوهم في قبورهم. قبرها في المدينة، رايحين للشام متعبين ودافعين فلوس عشان يستغيثون بها من دون الله تعالى عياذا بالله. قال شفعاء. وهل قال أبو جهل وأبو لهب إلا أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله شفعاء؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى واسطة. نفس الشرك. على كل حال احنا في ثبوت القبر، من أراد أن يثبت ليتقدم. وأفتح الآن مجال الاتصالات من السنة بعد أن رأيت إحجام الشيعة، إلا هذا غير المؤدب اللي اتصل. من شاء الاتصال يتصل على هذا المعرف FARRAJ1 وحيهلا بأهل السنة، لكن مع الاختصار قدر الاستطاعة إن شاء الله تعالى. إخواني هذا ما قال الإحقاقي في مرجع عندهم اسمه الإحقاقي أيضا ثاني، ويتحدث عن كرامات هذا القبر، راح نجيبها بعد شوي، كانت موجودة قبل شوي عرضناها ثم قاطعنا الاتصال. خذوا هذا المعمم الثاني وهو يتحدث عن كرامات القبر، شوفوا شلون حاطين للقبر كرامات. محمد رضا الشيرازي هذا مرجع، أو خلونا نشوف هذا نعم خلونا نشوف محمد الشيرازي. محمد الشيرازي نشوف. من جملة هذه الصفوة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، مضافا لما لها من المقامات العلمية والعملية المذكورة، الله سبحانه وتعالى أعطاها مقام الشفاعة، شفيعة إلى الله سبحانه وتعالى. الملايين يذهبون إلى قبرها إما في مصر وإما في الشام، بعض المؤرخين يعتقدون أن قبرها في مصر، ولكن كثير من المحققين يعتقدون أن القبر الذي في مصر هو قبر زينب الوسطى. طيب شايفين الآن حطوا زينب صغرى، زينب وسطى، زينب كبرى، ها، وكلهم كنيتهم أم كلثوم، وركبوا زينب الكبرى اللي زينب بنت فاطمة من علي رضي الله عنهما، زينب وفاطمة، زينب بنت علي وفاطمة رضي الله عنهما أو عنهم أجمعين، جعلوا لها لقب أم كلثوم، ثم قالوا أن هذا القبر لها. وهكذا اختراعات دينكم يا شيعة كله لا يثبت بالأدلة، كله لا يثبت بالأدلة.
والآن هناك تراجعات عند مراجعكم وفي حوزاتكم لنبذ المنهج السندي، يعني النظر إلى الروايات إلى رجال الأسانيد الناقلين للرواية. لا يقول لا 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 لم يعد هذا يصلح، لأن يسقط الدين الشيعي كما قال الحر العاملي أن لا يبقى بعد ذلك شيء من الروايات. والآن كمال الحيدري ينظر لذلك، هزمتم في مقام الحجة لأن أسانيدكم التي نقلتم فيها عقائدكم مضروبة مليئة بالكذبة ومليئة بالمجاهيل. نعم لستم مثل أهل السنة أبدا الذين يبنون عقائدهم على البرهان الحديث الصحيح والحسن الروايات المقبولة. اليوم أدركتم أن رواياتكم مضروبة فنبذتم منهج الخوئي اللي أسقط جميع رواياتكم، ولا يصح منا إلا النزر اليسير على رأي الحر العاملي وعلى رأي الكمال الحيدري من المعاصر الحر العاملي متقدم شوية عن كمال الحيدري وعن الخوئي. هذه الحقيقة يا شيعي، هكذا ثبتت أو هكذا أثبت علماءك عقائدهم بالخزعبلات. أرجع إلى الحائري مرة ثانية، شوفوا أو الإحقاقي يا إخواني، الإحقاقي ماذا يقول؟ الإحقاقي يقول الإحقاقي إخواني أن هذا القبر له كرامات ويعطي. شوفوا يا جماعة معي كل مراجعهم يقولون هذا. سلام على عتبة زينب الكبرى صلوات الله عليها، كل إمام كل معصوم إذا طلبت الحاجة من يتفضل عليك، أما بشرط الطلب في حرمه على بابه على عتبته أطلب بالتدرب وهو يتفضل عليك سلام الله عليه وسلم. أما زينب الكبرى سلام جربت مرات بلا طلب يتفضل على سلطانه، بلا طلب يتفضل، يتفضل يعني تتفضل زينب. الله لا لغة ولا دين ولا عقيدة، أعوذ بالله من هذا الحال. من أراد أن يرى إبليس وحال إبليس، والله إبليس يمكن أفصح منه لسانه. انظر يقول لأنها تعلم بما في الضمائر زينب تستجيب بدون لا تتكلم. الجدير بالذكر أن المجرب هذا الكذاب يذهب إلى قبر خرافي لم يثبت أن لها قبرا في الشام. بيني وبينكم الحجة، هذا كذب وزور. ولم أتفرغ حتى علماؤكم مثل محسن الأمين يثبت أنها في المدينة، هذا محقق عندكم كبير. يا ترى لو كان عندكم شطر كلمة في كونها لها قبر في الشام كان يتركها محسن الأمين؟ الميدان الآن مفتوح بيني وبينكم، المجال مفتوح الآن، الاتصالات مفتوحة، أنا يمكن مسكر الاتصالات من اليوم وأعتذر عن ذلك الله المستعان. وأنا أقول ليش ما في اتصالات أثاري، أنا مسكر الاتصالات من اليوم أعتذر والله يا أخوة. طيب المجال مفتوح الآن للاتصالات، الآن مجال مفتوح للاتصالات، من اتصل سابقا ورى أنه مغلق يتصل مرة أخرى، يتصل مرة أخرى. أنا قلت أهل السنة زعلوا علي، والشيعة يمكن الموضوع صعب. يلا جاءت الاتصالات، إن شاء الله نرى جوابا على ذلك. محب أهل البيت حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك دقيقة يا محب. كانت اتصالات مسكرة وردت أنبهك يا شيخ. جزاك الله خير، تفضل. بالنسبة إلى مسألة هذا المتصل قبل قليل اللي شوية راضي في الأدب، يعني أول شغلة
هم هذول بالنسبة لهم مسألة المتعة مثل المسألة يعني اللي لا يريدون يناقشون بها ولا يردون يوصلها، لأنها هذه بالنسبة إلى مسألة المتعة تمس أعراضهم. إذا كان عندكم غيرة هذه عقيدتكم، من مات ولم يتمتع مات ميتة محب 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 الله يرضى عنك. بس عشان مو موضوعنا المتعة الحين، احنا موضوعنا قبر زينب. قبر زينب عندك فيه شيء؟ انا ما عندي شيء اضيفه على كلامكم وكلام الاخوان المتصلين، ولكن فقط احببت ان انوه الى مساله. اذا كان هناك انسان عنده غيره على اعراضه وعلى شرفه وعلى دينه وعلى عقيدته، خليه يفتش في عقيدته قبل ان يتجرأ على عقيده الاخرين. جميل. فتش بعقيدتك حتى تشوف بس الخرافات اللي عندك. وجزاكم الله خير والله يوفقكم. وجزاك اخي محب، شكرا لك. واحنا ان شاء الله كما قال الله فقولا له قولا لينا، لعل الله عز وجل ان يفتح على قلوبهم بهذا الطرح الهادئ الطرح المؤدب ان شاء الله تعالى. شكرا لك اخي محب، المجال مفتوح، واعتذر كانت الاتصالات مغلقه لكل من اتصل سابقا، لا يظن انني استبعدته من الاتصال، تأتينا يعني عتابات في هذا الباب فنبين الأمر. طيب أوريكم واحد ثاني، أخذوا يا أخواني أيضا معمم آخر وهو يتحدث عن القبر ويذكر القصة اللي قلت لكم. قصة شني؟ قصة المجاعة. لاحظ يا شيخ، هذا تبرير شيوخك واستدلالهم. تفضل، هذا محمد كنعان. لحظات ذهب في هذا مذاهب شتى، منهم من قال أنها دفنت في المدينة، ولم أعثر على قائل غير سيد محسن الأمين رحمة الله، ولا أعلم من أين وضع يده على هذه الرواية. هو قال مدفنها في المدينة. كيف؟ لأن الروايات كلها تقول أنها ذهبت من الشام إلى المدينة، ولا يوجد رواية تقول أنها خرجت من المدينة. فالأصل أن مقامها وسكنها وبيتها وأهلها وزوجها في المدينة. وين بتكون زينب؟ في برمودا؟ وين طلعتوها للشام؟ ثم أنتم تقولون صاحب الشام سباها، ألستم تقولون ذلك أن يزيد سباها؟ شلون صارت تروح عند الذي يسبيها؟ ولكم حتى التناقضات أنتم ما تجمعونها، تفرقون بينها. كيف زوجها موجود هناك، اخوتها موجودين هناك؟ يعني محمد بن الحنفية مثلا، زين العابدين ابن اخيها الحسين، آل هاشم اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، شو ودي لها هي؟ ومع ذلك شوف العقل المقلوب، شوف العقل المقلوب. أنا بفهم أن قبر أمها أخفي عمدا، لكن بقية القبور معروفة معلومة، ومثل زينب لا يخفى أمره. أولا استشهاده بالقبور أنها معلومة هذا كذب، ما نعرف وين قبر سيداتنا عائشة، ولا ندري وين قبر سيداتنا حفصة، ولا صفية، ولا زينب بنت خزيمة، ولا زينب بنت جحش، ولا أم سلمة، وما نعرف القبور، ولا ندري وين قبر سيدنا عثمان، ولا ندري وين قبر سيدنا الزبير، ولا ندري وين أبدا. إحنا مو عباد قبور. إحنا الفرق بيننا وبينكم أنكم تعبدون قبور، إحنا ما ديننا مو متعلق بعبادة قبور عياذا بالله، أمرنا ألا نغلو في ذلك عياذا بالله من هذا الغلو. الفرق بيننا وبينكم ان احنا ديننا يا الله، دائما الله، المسجد الله، المسجد. انتم حسين، علي، زينب، مقبره، قبور، مراقد، هذا دينكم. اما نحن لا، يا الله ومسجد وعمره وحج وفرائض الاسلام. انتم مدار دينكم على الغلو، على المراقد، على القبور، ولذا تطرحون هذه الاسئله. طيب مهند علي حياك الله. السلام عليكم شيخ فراج.
وعليكم السلام، هلا مهند، سني ولا شيعي؟ لا الحمد لله شيعي. طيب، قبر زينب رضي الله عنها اللي في الشام، ما مستندكم عليه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. استدلت بكتاب للسيد الأمين رحمه الله. أنا فقط أريد تعطيني فرصة للتعليق. تفضل حياك الله في الموضوع. السيد الأمين مدفون في قبر السيدة زينب، قبره موجود في قبر السيدة زينب الذي تدعي أنه ينكر أنه موجود في الشام، هذا واحد. اثنين، هناك كثير من التجاوزات من الأخوة المتصلين، الذين كما قال عنهم السيد السيستاني، هم أنفسنا مع ذلك نحترم رأيهم، كثير من السبب والتجاوزات والمتعة وابناء زنا وكثير لا 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 ما حد قال ابناء زنا، لا لا الشيخ فراج كان من خلنا في القبر، انتم هذه خلنا في القبر لله الحمد لم نتجاوز على يا أحد. مهند خلنا في القبر، فضلا خلنا في القبر تفضل. اثنين، صحت وان لم تصح، هم في قلوبنا وعقولنا، واتحدى كل من يقول ان هناك شيعي يزور القبر أو يعتقد بأن السيدة زينب عليه السلام هي من تعطي وهي من كذا وكذا وكثير من الحديث، نحن نتبرك بآل البيت عليهم السلام، هم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، هم وسيلة كما الصلاة وسيلة، كما قراءة القرآن وسيلة، كما أعطاء الفقير وسيلة، كما إيواء اليتيم وسيلة، كما الزكاة وسيلة، هناك كثير من الوسائل، لماذا تمنعون هذه الوسيلة عنا وهم آل بيت النبي، بيت الرحمة والمودة والغفران، وهم من أوصى بهم رسول الله، هم وسيلة من الوسائل شيخنا العزيز. من يعتقد أي إنسان جاهل، نحن لسنا في عصور الجاهلية، لسنا في زمن الأوثان والأصنام، ما في إنسان يملك عقل يعتقد أن السيدة زينب هي من تعطي، ولا الحسين عليه السلام ولا الإمام علي عليهم السلام، هم وسائل إلى الله كباقي الوسائل. يا مهند تزكي لماذا؟ الزكاة ماذا؟ وسيلة، الصلاة وسيلة، الصوم مهند. وسيلة مهند. الحج وسيلة. مهند نعم اسمعك شيخنا العزيز، سمعت منك اسمع مني تفضل. طيب اسمح لي اكتم الصوت عشان بس ما يصير في لجج ومقاطعة، اخلص وارجع. تفضل شكرا لادبك. اولا يقول السيد محسن الامين مدفون بالسيدة زينب، اولا هذا على فرضها، يعني هذا يثبت قبر انها لزينب. ثانيا انت تقول اني ادعي، يا رجل انا قريت من اعيان الشيعة نصه، نص كلامه، اقرا عليك مره ثانيه، هو يقول في المدينه ويبطل ما سواه ويبطل سالفه الشام، قبر الشام عاد دافنينه، هو ما دفن نفسه، هو ميت، اللي دفنه راح يساله، هذه فيها حجه. ثالثا هم في قلوبنا، يا رجل ما علمكم فضل أهل البيت والإحسان إليهم إلا نحن ورواياتنا، لا تعلمنا أنهم في قلوبنا، نحن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم أهل بيته في قلوبنا ونعتقد محبتهم دينا ندين الله به، أما نعبدهم أعوذ بالله من عبادتهم التي تفعلون. أما السيستاني يقول هم أنفسنا، إيه والدليل أنفسنا، طبعا هو شرحها ياسر الحبيب هذه الكلمة، كلمة السيستاني، وقال السنة ليسوا إخواننا، السنة أنفسنا، فقال أن الشطر الأول على ظاهره والشطر الثاني يخفي شيئا بالتقية، السنة أنفسنا يعني نحن السنة وليسوا هم، واضح؟ ارجع إلى ياسر الحبيب في تفسيره لكلام السيستاني، وهذا لا تستبعد على السيستاني أبدا، حشده يحصد أهل السنة اليوم في العراق حصدا. لا تفتح موضوعات رجائي، خلنا في القبر. موضوع أننا قلنا أبناء زنا، أعوذ بالله، من قال لك؟ ارجع إلى التسجيل، ما في أبناء زنا. أما التجارة بالمتعة والله لا تستطيع تنكرها أبدا، موجودة في كربلاء وموجودة في قم وموجود في مشهد وموجودة عند حتى الست زينب، ومعظم التجار فيها أصحاب عمائم، مكاتبهم معروفة، وأنتم تجيزون هذا الأمر، لماذا يعني يحرجك هذا الكلام؟ يقول لا يوجد أحد يقول هذا الكلام، خلك معاي يا مهند،
خليك معي وعلق لي على هذا الكلام اللي راح تسمعه. يلا احنا عرضناه قبل شوي بس يمكن انت ما سمعته. شوف الان يا مهند، تسمعني يا مهند؟ اسمعك اسمعك، تفضل شيخ. اسمع اسمع الاحقاقي. اسمعك اسمعك. اسمع اسمع اسمع. هذا مقطع فيديو يتحدث فيه مباشرة من التسجيل. على عتبة زينب الكبرى سلام الله عليها، كل إمام كل معصوم إذا طلبت الحاجة من يتفضل عليك، أما بشرط الطلب، تروح في حرمه على بابه على عتبته تتلو بالتذرع وهو يتفضل عليه سلام الله عليه مجمعين. وأما زينب الكبرى سلام الله جربت مرات بلا طلب يتفضل على زوار، يتفضل على زوار. ما تقتنع أنت يا مهند؟ يتفضل على زوار. طبعا هي ليست الشرط. أعطيني أعطيني فرصة أعلق. طيب لا لا بس علش عشان ما يتشتت موضوعي هذا. لا 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 ان شاء الله ما يتشتت. لا لا ركز معي ركز معي ركز معي ابدا. لا ركز السماع سامع سامع هذا المقطع، هذا المقطع لقناه وصل على ما اسمعني اسمعني. لا يظهر فيه الشيخ يتكلم مباشره. مهند مهند والادله والعقائد لا تثبت بالتسجيلات الصوتيه المستقطعه. ما يخالف ما يخالف، راح اقرا لك من احكام العتبات المقدسه. والله كتبكم كثر التراب عندي في عبادات القبور عياذا بالله، السجود لفاطمة والدعاء والاستغاثة والأبواب. يا رجل صرنا نعرفكم أكثر من أنفسنا. خلك من هالكلام، سؤالي هداك الله عز وجل، قبر الشام قبر الشام قبر زينب في الشام، هل عندك عليه دليل؟ اتفضل أمام الناس. أنت الآن ادعيت أنه في كربلاء والنجف، أنت حضرت إلى كربلاء، جيت النجف، شفت بعينك، سمعت بأذنك، لو كلام تسمع منا ومنا. والله هذا الشيء كلام الشيعة أنت هذا كلام محاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. كلام الشيعة أنفسهم. لا الشيعة يتعبد بالقبر يا رجل، يتعبد يا رجل. بالقبر. لا 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 هذا إلهي وأنا أعبده أم هم. مهند مهند مهند، محاولات تشتيت الموضوع لا تفلح. ليس موضوع الآن عبادتكم للقبر، الشيعي قبل السني يعرف الموضوع، وعرضت الآن تسجيلات ارجع إليها إذا ما سمعت التسجيلات في البداية من كلام علمائك صوتا وصورة أو صوتا. اترك الكلام الآن اللي فيه لجج. سؤالي للمرة الثالثة أرجو أن تجيب لأن محورنا يا مهند. سامع يا أبو علي، قبر زينب في الشام في دمشق، ما الدليل على أنه لها؟ تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توجد وسائل إلى الله سبحانه وتعالى أم لا توجد؟ أنت حضرت إلى مقام السيدة زينب، هذا اتصل قبل قليل وقال يتعبدون بالقبر. مهند أنت حضرت، أنت حضرت أن تسمع من الناس. لا لا ما تأخذني بالصوت العالي، ما تأخذني أنت محاسب، ما تأخذني بالصوت العالي، ما تنسيني موضوعي. للمرة الرابعة، قبر سيدتنا زينب المنسوب إليها في الشام في دمشق، ما الدليل على أنه قبرها؟ تفضل. أم كان في مصر أم كان في العراق، فلا يعتقد إنسان جاهل هذا، إلا إنسان جاهل هذا إلا ما يمتلك عقل في رأسه يعتقد أن القبر يعطي ويثي. يا أخي هذا الكلام ما يا صح. رجل يا رجل تدعون علينا ما ليس فينا. طيب ما حكم من يدعي ذلك؟ أتبرك بهم إلى الله، أتبرك بهم إلى الله سبحانه وتعالى، هم وسيلة كباقي الوسائل. يا مهند مهند مهند، أنت مستعد تكلمني في موضوعي؟ أنا مو مستعد أكلمك عن شرككم، هذا طفحت به كتبكم، ماني فاضي لك أكلمك في الموضوع. هذا كلام مراجعك قريته في الحلقات الماضية، انتهى. الشيعة قبل السنة يعرفون أنكم تدعونهم وتستغيثون بهم وتطلبون منهم الشفاء والعطاء وغير ذلك، يعني جاي نضيع وقت مع بعض؟ جاوبني على قبر الشام، آخر محاولة يا مهند، قبر الشام من أين لكم أن هذا قبر زينب بالشام؟ تفضل. قاعد أجيب بكل أدب وأنت قاعد تلف الموضوع. أتيت بحديث للسيد العامل، والسيد العاملي المحسن العاملي مدفون في قبر السيدة زينب، إذا كان لا يعتقد بهذا القبر فكيف دفن هو فيه؟ هو دفن نفسه؟ الإمام زين العابدين موجود، هو كانت دفنت في الشام، فلا بد أن يصدر للإمام قول في ذلك. لا لم يثبت لدينا أن السيدة زينب عليه السلام دفنت في أيوة
ايوه وين راح؟ الو تسمعني شيخ؟ اسمعك انقطع صوتك، لم يثبت انها دفنت فيه ووقفت. لم يثبت انها دفنت في المدينه او في البقيع، كان الامه موجودين معاصرين لحياتها، الشام زين العابدين كان معاصر لها، الشام لم يصدر حديث الامام عن ذلك، وهو اخوه وهو شو الهروب؟ الشام الشام ايش صار على الشام؟ هي عمته الشام، عندك دليل عليها؟ نعم، حفر القبر وجد صخره مكتوب عليها زينب بنت علي وابن ابي طالب. متى حفر؟ يوجد تصوير لهذه الصخره بالقبر اثناء انشاء القبر. متى؟ موجوده، انت يا شيخنا العزيز رد علي رد علي رد علي رد علي, رد علي. ايه ما يخالف، احنا ناس عاديين مو مثلك، انت كبسه زر تطلع كل المعلومات، تنطينا فرصه ونبحث معلوماتنا ومصادرنا موجوده ونعرفها، متعارف عليها، كل الناس اللي تصطون ناس وسطاء ما يمتلكون امكانيات اللي تمتلكها، فانت طالبه بدليل وصفحه وورقه وكتاب، وكل الناس تمتلك امكانياتك، انت يمك فريق كامل ما شاء الله. فريق كامل الله يهديك، فريق كامل. ايه قد قدامك جهاز الحاسوب طيب وكبسه زر وطلع اللي تريد، احنا ناس البسطاء، انا اتصل عليك هسه ومتوقف في الشارع وانا موظف في الدوله، منين اجيب لك هسه المعلومات والمصادر كامله؟ ايوه منين اجيب لك؟ يعني ما عندك؟ ان شاء الله ان شاء الله اعدك يا ابي انه احضر لك كل المصادر بخصوص هذا اللي تفضلت فيه. والله ما عندك فرصة. ما عندك الا لا عندنا عندنا الحمد لله. والله ما عندك الا الطابوق اللي تقول طلعوا طابوقه من قبره. شوف يا اخواني، لما افلسوا ما عندهم ادله على ان هذا القبر لزينب، زعموا انهم حفروا فوجدوا طابوقه مكتوب عليها قبر السيده زينب، منو اللي حاطها؟ واحد لوتي معمم عشان يثبت هذا القبر لزينب بعد ان افلسوا ما عندهم حجه. طيب يا مهند هداك الله، ترى انا مو جاي اجادلك، انا جاي ابين لك معلومه بس تاريخية، أن هذا القبر مزور. زينب ماتت في المدينة لأنها عاشت في المدينة، لأن زوجها مات وراها ب15 سنة في المدينة، واضح؟ فالأصل وين؟ أنها في المدينة. ذكر بالأدلة أنها ذهبت إلى المدينة من الشام، ووفاتها بعد ذهابها بسنوات قليلة، سنتين ثلاث أربع خمس بالكثير، ولم ينقل أنها ذهبت إلى الشام، وسالفة انتقالها مع زوجها إلى الشام كذبة. عبد الله بن جعفر ميت في المدينة وهذا مثبت، بعدها ب15 سنة حياتها كانت وين إذن؟ في المدينة. إذن وفاتها وين؟ في المدينة. ما عندكم أي دليل على أنها في الشام؟ الآن اختم لك نصف دقيقة، اختم بها يا مهند. احنا إذا أنت تدعي أنه احنا لم نثبت قبر السيد زينب عليه السلام في الشام، ما أعطني دليل، دليل واضح وصريح ويثبت ما تزعم انه قبرها موجود في المدينه مع زوجها. بينت لك الادله. اتحداك. بينت لك الادله. اتحداك، اين قبرها وان كانت توفيت في زمان الامام المعصوم زين العابدين؟ يا رجل يا رجل. اعطني روايه، اعطني روايه واحده للامام زين العابدين يقول لعمتي توفت في المدينه. حلو. ان تلزمني بهذا. هو ولي الامر، هو ولي الامر. لا تاخذني بالصوت، شوي 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 شوي، هدي هدي هدي. الامام زين العابدين هو ولي الامر ام انتم؟ هدي هدي. الإمام زين العابدين كان موجود في وفاتها، أعطني دليل. الله أنت فوضوية. طيب أعطني دليل أن زين العابدين قال أنها ذهبت إلى الشام وماتت هناك، تفضل. لا أعطني أنت الدليل، أنت من طلبت الدليل، أعطني أنت أولا. أنتم اللي تدعون أن هذا قبرها. أنت ادعيت أنها في المدينة وتقول بأسانيد صحيحة. طيب. واضحة واضحة واضحة. طيب وبعد قلت لك بأسانيد صحيحة. يلا يكفي يكفي هذا يا مهند يكفي. بعد قبل شوي يقول نقول لهم ابناء زين، والحين يقول انا قلت انها مدفونه في المدينه باسانيد صحيح. انا اقول الاصل ثبت عندنا انها ذهبت من الشام، حتى عندكم انها ذهبت بعد مقتل الحسين الى المدينه، بعدها بسنتين توفيت زوجها وين؟ في المدينه. بيتها بيتها سكنها وين؟ عبد العزيز خليك معي. بيتها وين؟ في المدينه. سكنها وين؟ في المدينة. واضح الكلام ولا مو واضح؟ زوجها وين ساكن؟ في المدينة. وين عاش زوجها؟ في المدينة. كان زوجها غني ما افتقر، سنة 64 ما صارت سنة مجاعة أصلا، ما في شيء اسمه سنة مجاعة. عبد الله بن جعفر ما انتقل إلى الشام، مات ودفن في المدينة. زوجته وين راح تكون؟ هذه الأدلة التي نملك وهي قرائن قوية جدا لا تستطيع دفعها، ولا يوجد أي إثبات أنها في المدينة أو في مصر،
وانت قاعد تحور الدور على نفسك. هداك الله عز وجل. عبد العزيز تفضل. عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحيي الشيخ. حياك الله، ارفع صوتك، صوتك بعيد. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحيي الشيخ. الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت فقط شكرك يا شيخ على هالبرامج الجميلة. الله يجزيك خير. الحق للناس. آمين آمين. جزاك الله خير. شكرا لك، شكرا لك أخي عبد العزيز، بارك الله فيك. شكرا شكرا لك. طيب نفتح مجال الاتصالات مرة ثانية. رياض، حياك الله يا رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل رياض. شيخ فراج، حياك الله يا رياض، أهلا وسهلا. الله يسلمك. ممكن أشارك بالموضوع شيخ فراج؟ إيه ممكن، ليش لا، تفضل. أنت شيعي صحيح؟ إن شاء الله. إيه تفضل. شيخ فراج، يعني هسه مثلا أنت تقول هذا الضريح ليس في سوريا، أنا ما في مشكلة، في السعودية، في كل الأرض، الله، إذا في السعودية، في الشام، في العراق، الحمد لله شكر. أنا صراحة أنا كشيعي، كمسلم شيعي، زرت كل الأضرحة سجدة لله سبحانه وتعالى، اللهم بحق الضريح، بحق هذا المقام، أرزقني شفاعة رسول الله، توب علي، أغفر لي ذنبي، ما في مشكلة شيخ فراج، شنو عادي، اعتبرها كجامع، اعتبرها كمسجد، أنا كل الأضرحة أصليت بها سجدة لله سبحانه وتعالى، شنو المشكلة مثلا شيخ فراج؟ طيب اولا سؤالك غريب يا رياض، ليش؟ من يا ناحيه سؤال يفترض انك حينما تسافر من العراق الى الشام وتشد الرحال الى القبور، على فرض جواز ذلك، وهو لا يجوز اصلا شد الرحال الا للمساجد الثلاثه كما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. الشاهد صح، أنت تذهب إلى قبر في بلاد الشام، قبر مزور. أنت لما أقول لك هذا القبر مو قبر زينب، هذا قبر مزور، وتروح وتقول السلام عليك يا زينب، أنت تضحك على نفسك. أما إذا ذهبت هناك ودعوتها كما يدعوها المراجع، بقرأ عليكم كلام. أنتم دائما تقولون إحنا ما نقول، إحنا ما نقول. اسمعوا يا أخواني، اقرأوا معي كلام الروحاني. الروحاني في موقعه الآن، أعرضها على الشاشة معكم عشان بس اللي جايين يعني يريدون أن يصوروا أن الشيعة لا يقولون أو مراجعهم لا يقولون. تفضل يا أخواني، هذا الروحاني، وخلك معي يا رياض، خلك معي. نعم إن شاء الله. شوف يا رياض كلام الروحاني في موقعه، يلا هذا موقع الروحاني، شايفينه؟ خلوني أكبر الصورة. هذا الروحاني، و يستفتى استفتاء، أريد أن أسأل المراجع الكرام عن قولنا يا علي اللهم بحق فاطمة عليه السلام أن تشفيني. لاحظ، واحدة يا علي أو اللهم بحق فاطمة، الثانية أنت سألتها قبل شوي، أنت قلتها قبل شوي، لكن الكلام وين يا علي؟ جواب، لا مانع، والله بكبر الصورة عشان تشوفونها يا جماعة، عشان اللي ما شاف الشرك يشوفه. انظر، يقول لا مانع باسمه جلت أسماؤه، لا مانع من استعمال كلا الأسلوبين، فإنه كما يصح التوجه إلى الله تعالى في طلب الحوائج والتوسل بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، كذلك صلى الله عليه وآله يصح طلبها مباشرة. مرة ثانية يا رياض، كذلك يصح طلبها مباشرة من الذوات النورية للمعصومين عليهم السلام، لأن الله سبحانه وتعالى لما جعلهم واسطة فيضه وأعطاهم الولاية على عالم الوجود، ولاية على إيش؟ على عالم الوجود. عندك أطفال يا رياض، يا ليت يعني عشان الصوت. قال من أصغر ذرة فيه إلى أكبر مجرة، أصبحت لهم عليهم السلام القدرة على إغاثة جميع الخلق وقضاء حوائجهم. ثم يستدل بصلاة استغاثة بالزهراء، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، إلى آخر ما قال. مسألة إنكم تحاولون إخفاء شرك المراجع ما صار يمشي علينا، حنا شايفين كتبكم قارينا، مراجعكم يأمرونكم بالشرك الأكبر بالله العظيم. أسألك بالله، كلام الروحاني هذا شرك ولا مو شرك يا رياض؟ تفضل. لا شرك، لا شرك،
أنا ما مجمع أقول لك شرك، من يقول يا علي يا محمد يا فاطم كل شرك. أسأل الله أن ينور بصيرتك، أحسنت يا ريا. هذا الذي نريد الآن أن تعقلوا أن السيستاني روحاني خامنئي خوميني غيرهم اللي يدعون أن الأئمة يسيطرون على الكون وأن لهم حق الشفاعة بينهم وبين الله عز وجل، بين الناس وبين الله، مشركين يدفعونكم إلى الشرك لاستدرار أموالكم. كل هذا الموضوع. عموما عندك شيء فيما يتعلق بقبر السيدة زينب المنسوب إليها كذبا عليها في الشام؟ لا والله يا شيخ ما عندي أي معلومة. إذا قبر حقيقي مو حقيقي لا والله ما عارف. شكرا. أنا رحت لسوريا الحمد لله شكر زيارة الطب، رحت على مود الطب الله يرحم أمي وقتها كانت مريضة وديت الزيارة، يعني قبر زينب ويعني رحت حتى زرت القبر الأمويين ويعني ما في مشكلة، صليت ركعتين لله سبحانه وتعالى. ما لا والله ما عندي أي إشكال بهالموضوع شيخ فراج. طيب وفقك الله وفقك الله. تابع الحقيقة، قبر زينب في الشام مزور ملفق مكذوب، اللي يحب أهل البيت لا يصدق بهذه الأساطير المكذوبة عليهم، لا يصدق بذلك. سؤال واحد اللي طرحه مهند يقول ايش المشكلة عندكم مع هذا القبور؟ يعني شنو راح تخسرون؟ اول شيء قبور شركية عياذا بالله، يعني شوفوا صورة القبر عياذا بالله، شوفوا صورة القبر عندهم يا اخوة، هذا صورة القبر عند الاثنى عشرية عياذا بالله بانينا بالذهب. وين القبر؟ هذا القبر، شوف شايفين شايفين، هذا القبر هو الذي يذهبون إليه يدعون، يقولون إن قبر سيدتنا زينب، والله زينب منكم بريئة، يا من تدعونها من دون الله، يا من تبنون على قبرها مسجدين، بريئة منكم، من يحب أهل البيت ينتصر لهم، مو ينتصر للمراجع، ينتصر لهم. هذه الأساطير المنسوبة إليهم ينسفها نسفا، يدافع عنهم. أي حب هذا اللي خليك تصدق خرابيط المراجع هذه وأكاذيبهم على أهل البيت؟ شنو الحب هذا؟ شكرا لك يا رياض، شكرا لك. شكرا 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 شيخ. طيب المجال مفتوح اخواني للاتصالات، بقي من الوقت دقائق معدوده، بخليها للاتصالات بعد ان بينت بفضل الله ان قبر زينب رضي الله عنها وارضاها الموجود في الشام اكذوبه لم تثبت بدليل، لم تثبت بدليل، بل حياتها في المدينة مع زوجها، حياتها بيتها معيشتها، حتى لما رجعت من الشام وين راحت؟ راحت إلى المدينة، ما راحت إلى القرى اللي يزعمون أنها لزوجها وسكنت فيها، لا راحت للمدينة، يعني هذا مسكنها، هذا بيتها، هذه حياتها، هناك عترتها وهكذا. أما القبر المنسوب إليها في مصر فهذا أكذب وأكذب، ولم يثبت بدليل أبداً، لم يثبت بدليل. تفضل مهتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيعي مهتدي، مهتدي شيخنا كيف حالك؟ اتصلنا سابقا. اي نعم. نعم. سبحان الله، هذه أحببت أن أشارك في هذه القضية. والله لا إله إلا هو، عندما كنا نزور القبور في نجف وكربلاء حتى سيدة زينب في سوريا، والله كانت تأتي في نفوسنا يعني تساؤل، كيف هاي الأمور؟ كنا نرى الناس، يعني كنت أنا كإنسان أشوف الناس توصل بها تخاطب القبور مخاطبة تامة، كأنما الإنسان حي أمامك ويطلب منها طلب بس يطلبها الإنسان من الله سبحانه وتعالى. أي والله. وكنت والله العظيم كنت أخرج يا شيخنا وتساءل مع نفسي، قل هذا صحيح ولا لا، وماذا أقول مع نفسي؟ هذا من الشيطان. فوالله لا إله إلا هو، كل إنسان شيعي عاقل يعرف هذا الأمر، وأطالب كل إنسان عاقل شيعي مثل ما الله هداني أن يهديه، أطالب كل إنسان عاقل أن يفكر مع نفسه شوية، يفكر شوية. هذا التساؤل لما نطب الحسينيات ونلطم على عاشوراء ونلطم ونطب، بعضنا يطبر بعضنا يضرب زنجير على ظهره، زين تساءل، ما تتساءل بهاللحظة أنت هل هذه الأمور صحيحة ولا لا؟ أنا كنت أتساءل، أنا كنت أتساءل، وأنا كنت طالب بالحوزة العلمية كنت أتساءل هذه، وكنت أخفي هذه الأمور، كنت أخرج وأتساءل مع نفسي أقول ليش هذه الأمور؟ كيف الله يقبل بهذه الأمور؟ فوالله لا إله إلا هو، إجا فترة سيدة زينب بالعاشوراء
الباكستانيين يبالغون بالشعار الحسينية، فعندهم مو زنجير، عندهم سكاكين يضربوه على ظهره ويسحبوه. شايفه شيخ فيصل؟ لا لا اله الا الله. فراد شايفه، تعرفه ولا؟ اي عارف عارف. بعض اي، فسبحان الله في هذه اللحظه وقفت، اذا تصدقني او لا، والله العلي العظيم ما احب اقسم كثيرا، لان كثير من الشيعة الان يكتبون يجوز بالنص هنا وهناك، هذا كذاب وهذا كذاب مو شيء، بس والله العلي العظيم والله اتمنى لهم الخير، اتمنى لهم الهدايه. فورب الكعبه وقفت وقفه تساءلت، هل هذا من العقل؟ الفطره لم تسمح هذا بهذا الشيء. لكن شنو؟ نجبر نفسنا، نعلم نفسنا، لكن فطرتنا ضد هذه الشيء. فاطلب كل انسان، بس يصغي له فطرته كل انسان شيء. يا شباب يا يا اخواني يا اخواتي، قد بس لحظه واحده، هاي فطرتكم، شو تقول؟ مو تقول هذا الشيء ليس من العقل، ليس من الدين. هذا مداخلتي لا اكثر ولا اقل. شكرا شكرا شكرا. هذه اشكرك واسف على الاطاله. شكرا شكرا اخي المهتدي من العراق على هذه النصيحه الجميله والتجربه اللي حدثتنا بها. هذا ما يفعلون، وكلنا يعرف يعني مسألة محاولة الإنكار هذا كذب. موضوع إخواني أيضا الشيعي، يعني والله أوريكم واحد، خلوني أوريكم هذا الشيرازي. يلا شوف الشيرازي شو يقولكم، عشان بس ما يجيني أحد يقول حنا ما نسوي وهذولا جهلة. هذا على مين تمشونها؟ هذه فتاوى مراجعكم. يلا هذا أحمد الشيرازي يعلمكم شلون تدعون الله. أها تفضل يا شيراز، خلوني أسمعكم التسجيل. نعم. غلط من جديد. يا الله غلط. عزوز خلك معي يا عزوز، خلك معي، اسمع ماذا يقول هذا المعمم وبعدين ناخذ اتصالك. الله غلط، هذا خلاف النص القرآن الكريم. أقول يا الله غلط قبل أن تقول يا الله. السلام عليكم شيخنا. قبل أن توجه إلى أهل البيت ثم قل يا الله، ثم أطلب من أهل البيت أن يقولوا لك يا الله. عند ذلك الله عز وجل يجيب مرة ثانية، يقول لك دعاء الله بيا الله غلط، لازم تدعو الأئمة وهم يوصلونك لله. إخوان النصارى، إخوان الأحبار والرهبان اللي خلوا القساوسة واسطة الغفران بينهم وبين الله. شوفوا يا أخوان المجوس، شوفوا دينهم عياذا بالله. اسمع عشان بس اللي أنكروا قبل شوي، مرة ثانية من جديد. غلط، هذا خلاف نص القرآن الكريم. أقول يا الله غلط قبل أن تقول يا الله، أولا توجه إلى أهل البيت. أعوذ بالله. ثم قل يا الله، ثم أطلب من أهل البيت أن يقولوا لك يا الله. عند ذلك الله عز وجل يجيب. لاحظوا الروايات الشريفة في هذا المجال، لا فرق بينك وبينها. دعاء من هذا الطريق، بدون هذا الطريق الدعاء لا يستجاب. إن استجيب الدعاء كن على يقين أن هذه الحاجة تكون وبالا. ضعف الطالب والمطلوب. أرجع إلى موضوعي وأصل الموضوع، قبر زينب في دمشق مزور لا دليل عليه. خذ هذا الكلام وروح لأكبر عمامة ومرجع وشوف الحيرة عندهم، الحيرة اللي عند محمد جواد مغنية اللي يقول لا أجزم بشيء. ألا يكفيكم يعني؟ وإحنا على فكرة يعني إحنا ندور المساجد القبور هذه لأهلها، يعني نستغفر لأهلها، نسلم على أهلها، لكن ندعوهم نستغيث بهم كما تفعلون؟ هذا شرك بالله عز وجل. سؤال يطرح للمرة الألف، قبر علي في النجف ما عليه دليل إلا الظبية وهارون الرشيد، وكشفنا تهافت القصة. قبر الحسين
في كربلاء أيضا مزور وثبتنا الكلام. والآن زينب قبور كلها ملفقة يضحكون بها عليكم. نجي عند موضوع قبر زينب في مصر. قبر زينب في مصر هذا يا أخواني شيء طريف جدا، جايبين عن كتاب اسمه أخبار الزينبيات، ينقلون هذا القصة هذه عن كتاب أخبار الزينبيات، بعضهم ينقل عن بعض المؤرخين المتقدمين، لكن هذا كلهم يحكون ما حصل في الدولة العبيدية اللي حكمت مصر من 358 هجري وما بعد ذلك، هم اللي زعموا وأنشأوا ذلك. الآن يريدون إثباته، جابوا لك كتاب اسمه أخبار الزينبيات، مطلع المرعشي من مكتبته، وهذا المرعشي يعني أكبر مزور للكتب في التاريخ، جايب كما في كتاب زينب الكبرى عليه السلام المهدي إلى اللحد لمحمد كاظم القزويني صفحة 611، ينقل عن رجل يقال له العبيدلي في كتاب اسمه أخبار الزينبيات ويقول ما نصه، لكن بقي هذا الكتاب والله خليكم تقرون معي عشان تشوفون مشوخ الشيعة ايش قاعد يسوون. العجيب انهم يتعبدون الشيعة مراجعهم يتعبدون في ثلاث اماكن لزينب، واحد في مصر وواحد في دمشق وواحد في سنجار في العراق، وراح اوريكم صورته بعد شوي. شوفوا هذا الكلام يا جماعة الخير، هذا كلام القزويني نقلا عن أخبار الزينبيات. انظروا إخواني هذا الكتاب ماذا يقول. دراسة القول الثالث اللي هو ادعاء أن في مصر، يقول وكان وقد كان هذا القول ولا يزال إحدى الاحتمالات التي لمكان المرقد الشريف وله أدلته الأفراد القائلون به، لكن بعد اكتشاف انتشار كتاب أخبار الزينبيات للعبيدلي صار هذا القول أقوى الاحتمالات الثلاثة لمكان قبر السيدة زينب لقوة الأسس المبنية عليها هذا القول. وإليك بعض التوضيح، يعني محمد كاظم القزويني يرجح إيش؟ يرجح أن القبر الصحيح في مصر. شنو الدليل؟ قال والله أن يزيد اشتكى لواليه على المدينة من زينب، فراح الوالي هذا ونفاها وطردها إلى مصر. هذه مختصر القصة عشان اختصار الوقت. إيه وبعدين كمل، زوجها قاعد في المدينة وبعد وزين العابدين قاعد في المدينة وأهل البيت قعدوا في المدينة وخلاها تروح لوحدها. شله بال هذا. العجيب أن أخبار الزينبيات هذا الكتاب ملفق أيضا، ملفق، شايفين شلون؟ هذا ما يرجح أنها في دمشق، محمد كاظم القزويني يرجح أنها في مصر. يقول هذا المرجع ما يلي، انظروا يا أخوان ماذا يقول، أو هذا الشيخ الشيعي قال وذلك في كتاب أخبار الزينبيات، لكن بقي هذا الكتاب طيلة هذه القرون في زوايا الخمول والنسيان وفي أروقة المكتبات في رفوف الكتب المخطوطة التي يظلل عليها غبار الجهل والإهمال، وقد أمر بطبعه بصورة مستقلة. ولأول مرة شهاب الدين المرعش النجفي في مدينة قم عام 1401. عرفتم الكتاب متى طلع؟ المرعشي هو الأول من طلعه. يلا دور حقيقة الكتاب، والله كتبكم مزور وقبور مزورة وشيوخكم ما أدري شو، والآن القبر قائم على هذه الحجة، قبر مصر أيضا مزور. طبعا هذا مو كلامي، أيضا يقول محمد تقي الشوشتري وهو يشكك في قصة الارتحال أن زينب راحت إلى مصر، يقول ما نصه اقرأ معي. أنا ممكن يعني أسرد بعض الأشياء لأهمية المعلومات هذه يا أخواني، لأهميتها حتى لا يجي واحد يقول أن زينب رضي الله عنها راحت إلى مصر. أيضا كلها قبور وثنية من إنشاء الدولة العبيدية، الدولة العبيدية في مصر أنشأت هذا القبر. أقرأ عليكم كلام محمد تقي، هذا كتابه قاموس الرجال 11-38، قال وأما كتاب أخبار الزينبيات الذي طبع في مصر مرتين وجدد طبعه في قم ناسبا للكتاب إلى يحيى هذا اللي هو العبيدلي،
فمن وضع المعاندين، وفيه أخبار مختلطة. إذن كتاب ملفق موضوع. هذا استدلالك اللي يا كاظم القزويني شايفين، كتاب ملفق مزور. وهذا أيضا قاله السقاف، مو السقاف، حسن الصفار في كتاب المرأة العظيمة، ويقول وحول هذه الرسالة، يعني أخبار الزينبيات ومؤلفها ورواتها، وبالخصوص الرواية المتعلقة بهذا الموضوع يعني قبر زينب، حول كلام حولها كلام عند أهل التحقيق سندا ومتنا. كلامه في كتاب المرأة العظيمة 254-255، يعني حتى عندكم يا شيعة قبر مصر أسطورة لا أصل له، والارتحال المزعوم أنها ارتحلت إلى مصر، يلا الصوفية والعبيدية مودينا إلى مصر، والاثنى عشرية مودينا إلى الشام، ولا شام ولا مصر، هي في بيتها وعندها لها رضي الله عنها وأرضاها. هذا والله الحقيقة. لكن جاءونا بطامة ثالثة يا جماعة الخير، حاطين قبر أيضا في سنجار في العراق ثالث. والعجيب المراجع ساكتين عن الكل، ساكتين عن هذا وساكتين عن هذا وساكتين عن هذا، ما يقولون أنت ضال إذا رحت هناك، لا كما يقول محمد جواد مغنية أن بالإمكان التعبد ها هنا وها هنا في مصر وفي الشام. والله شيء عجيب، مع أنه يقول لا أجزم بشيء، ما أدري وين القبر. انظروا يا أخواني ماذا يفعلون عند قبرها في سنجار، القبر الثالث سنجار في العراق. انظروا يا أخواني، هذا لقطة عن قبر سنجار كما ترون. يلا جاتكم الدنبكة، شايفين؟ هذا قبر منسوب إلى سيدتنا زينب في سنجار في العراق، هذا القبر الثالث. وهي تجارة قبور تأتي بالنذور والأموال والأخماس والأسداوس والعمائم المجوسية. اللهم اهد الشيعة فإنهم لا يعلمون. أثبتنا أحبتي في هذا البث أن قبر زينب رضي الله عنها في المدينة هذا ما تدل عليه حياة أهلها وارتحالها إلى المدينة، ولم يعهد عنها أنها خرجت من المدينة. والقصة التي قالوا أنها ذهبت إلى الشام بينا حالها، وأنها من افتراء حسن كاظميني في كتابه تحفة القبور أو شيء من هذا القبيل، ومطبوعة مع كتابه نزهة الحرمين. دونك الحقيقة لا يضحك بك تجار الحملات ولا المراجع ولا سدنة الوثنية، هذه هي الحقيقة. بعد هذا البث بربع ساعة سيكون هناك بث آخر في شبكة منهاج السنة لأخينا المهتدي القطيفي، أخونا الفاضل رضا آل حمود. وبالمناسبة كان في واحد رافضي زور إخواني يعني شيئا على هذا الأخ، فادعى أنه كان سنيا وأنه لم يكن شيعيا. أنقل لكم إخواني بعض أو يعني أول هذا المقطع لأهميته، وأنصح الإخوة بمشاهدته، وأنصح الإخوة بمشاهدة هذا المقطع، وهو مقطع يرد على أحد فروخ السبائية ببغاء يأتي بما يعني يقرأ ما يوضع أمامه من الأكاذيب وينشرها، والآن يطعن في أخينا رضا بزعم أنه يكذبه فيدعي أنه لم يكن سنيا أو لم يكن شيعيا أبدا. أطلع أوريكم أول هذا المقطع، والمقطع موجود في القناة في مقاطع القناة، بل هو المقطع الأول في القناة تشاهدونه، وله بث في شبكة منهاج السنة بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. انظر إخواني هذا أول مقطع، أكملوه في القناة إن أردتم الإكمال. يكذبون على العوام المساكين، وكيف أن هذا الوهابي لم يكن شيعيا في حياته؟ لا أدري من هو الذي أوقع هذا الشخص في هذه الورطة. لا أصلا اكذبوا عليهم، باهتوهم،
تتهموهم حتى تسقطوهم أمامك. وضع له أسماء لعلم عليهم السلام في الشاشة ويقول له اذكر الأسماء بالترتيب لا تفضحنا. يا رجل احترم متابعينك على الأقل، تستغفلهم لهذه الدرجة؟ بسم الله والصلاة والسلام. من شاء أن ينظر إلى المقطع كاملا فهو موجود في قناتي وقناة الشيخ رضا آل حمود أيضا، وفي بعنوان كشف أساليب الصبي موجود هناك لمن شاء الاطلاع عليه، يعني من يسمى ذو الفقار رجل مجهول ما نعرفه حقيقة وكذب كذبة عصمة في هذا الشأن، فضحه بها الشيخ رضا بالوثائق باسمه وعائلته وولادته وأهله وكونهم شيعة بالإثباتات والأدلة. فضيحة أرجو أن تنشر لتسقط مصداقية العمائم الكاذبة على أهل السنة ومن وراءها. شكرا لكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأذكر بالإعجاب.